السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أرسم حائط وفي فراغات بينه، فممكن ترسم حائط وتبدأ تعمل أوبننج، لكن في طريقة هنشوفها مع بعض سهلة جدا وظريفة. طيب خلينا نروح هنا ليفل 1 وهقول له إن أنا عايز أرسم وول. هرسم وول أهو مثلا بالشكل دوت. طيب وبعد كده هقول له إن أنا عايز أرسم وول آخر، بس المرة دي هغير النوع بتاعه، هخليه كرتن وول. ماشي اهوت. وتعالى ندخل في الايديت. طيب اول حاجة هقول له اوتوماتيك امبيدد، يعني لما يترسم في حيطة يبدأ يعمل تفريغ جواها. وتعالى نشوف ايه المليون الموجودة. ده 50، ده 50 راديوس. وعندي هنا مثلا ممكن نختار دي مثلا، وانا مش محتاج حاجة في الهورزونتال. وهاجي هنا اخلي ده نون، وخلي هنا المسافة، هنا بيقول لي 1800، لا اخليها مثلا 150. اوكي وهبدأ ارسم اهو بالشكل دوت. فرسمها لي اهي، هنشوفها في 3D اهي، وتقدر انت تتحكم فيها زي ما انت عايز. يعني ممكن اجي هنا وابدأ اسحب يمين وشمال زي ما انا عايز، مفيش مشكلة خالص. والميزه انها منظمه وشكلها حلو وجميل وكل حاجه. ولو حابب ان انا اعدل في اي وقت هتلاقي التعديل سهل جدا وبسيط، مفيش اي مشكله خالص. طيب ناقص بقى فكره ان انا اظبط الماتيريال. فهاجي هنا واقول له انا عايز اعمل سيرش، واجي هنا هكتب الكلمه اهي، الشكل دوت، عشان اختار الماتيريال بتاعتي زي ما انا عايز. ممكن اقول له انا عايز اعمل تايب روبرتس، فبيقول لي ان هنا الماتيريال عندي المونيوم، فاقول له طب انا عايز وود خشب اهو، اقول له ابلاي. طيب تعالى ندخل هنا جوه الماتيريال، شوف ايه انواع الخشب اللي عنده ونختار منها. اقول له وود، مثلا ده نوع الخشب الموجود، وتقدر تغير الثيكنس هنا لو انت عايز تكبره او تصغره زي ما انت عايز. وده الويتس تقدر تغيره برضو زي ما انت عايز. ال 64 دول تقدر، 65 تقدر تغير تكبر زي ما انت عايز. فتلاقي الماتيريال نفسه اتغير، تقدر تشوفه في ال 3D بالشكل ده. طيب خليني اقول له انا عايز ارسم وول، والمرة دي هرسمه على هيئة ارك. وبعد كده بقى ممكن ترسم نفس الحائط التاني. ممكن حتى نختارها من خلال ان انا عايز اقول له بيكلاين. وممكن اعمل اوف سيت، يعني خلاص انت معاك الفكره بقى، شوف انت عايز تعملها بأي طريقه. ظهرت معانا بالشكل ده.
وتقدر تلغي الزجاج لو انت مش عايز الزجاج خلاص، ممكن تدخل هنا وتقول له ايديت تايب لو انت عايز تغير نوع الازاز اللي جوه. كرة البدل ممكن تخليها نان، عدل فيها خلاص، شكلها زي ما انت عايز.